ده بس يا رام، ما انا قلت لك احنا في عيد محدش يقدر يمسنا، خصوصا بعد ما شمعوا البيت بالشمع الاحمر. انا مش فاهم ليه مش عايزيننا نطلعه كتت ونرميها في خرابه ولا نرميها انا في البحر؟ تعمل له ايه ده؟ وانا اقول لك طور تقوله احلفوه؟ يا جدع انت الدنيا كلها ملبشة، يعني اما نطلع الجوزة زي ريحتها بس تودينا الحفل المشنقة. يعني بنقول ناخده بالنا من أرضية الأوضة، يعني نسوي البلاط ونثبته كويس. يعني خايف حد يخش الأوضة ياخد باله من حاجة. حسب الله، احنا لازم نبخر الأوضة دي عشان الريحة، والهدوم لازم نتصرف فيها بسرعة. عندك حق بعيال، خلوا بالكم من حكاية الهدوم. اوعى الرايه تنسى وتلبس جلابية من جلاليب النسوان دول. وانت برضه عبعال نبه على سكينة. نبه على سكينة؟ انت الهبل؟ انهبلت يا عرابي. يا سكينة فين دلوقتي؟ ما خلاص راحت في حديد. احنا عايزين دلوقتي نشوف عبد الرازق اللي فز قام من كلامك اللي زي السم. خلاص يا جماعة، ان كان على سكينة احنا مفطمينها كويس، اما عبد الرازق بقى فالحضرة دي لمؤاخذة بيته ومنطقته، يعرف يتعامل هناك مع الناس كويس. انا بس عايز اقول لكم ان احنا عايزين نقوم بدل ما حد ياخد باله ان احنا مع بعض، وكل مره نتقابل لازم نغيروا المكان. ها دلوقتي لازم كل واحد فينا يحط عقله في راسه صح، وقبل ما يطلع الكلمه يوزنها. ها طب يلا بينا بقى نشوف عبد الرازق احسن يرمي نفسه في الملح. يلا رجال من جرايلك السودا. البلاط ملخلخ ومش متساوي مع بعض. طب هتعمل ايه يعني؟ انا بقول نشيلوه ونثبتوه من اول وجديد بالجبس عشان يبقى باين انه متساوي كده. طب انت عايز حد يشتغل معاك. صح. طب خلاص نقوله لعبد العال. ما تقول لي يا حسب الله عايز مني ايه بالظبط؟ انت بكره الصبح تجيب شكار الجبس وتقابلني في البيت عند راي. الكلام ده مش مظبوط. يعني ايه مش مظبوط؟ معاني ما نقدرش نجيبوا شكارة الجبس وندخل عندكم، ما انت عارف اليومين دول كل عين وراها صباع بيشاور. في دي عندك حق. مالي قلت لكم خدوا بالكم، خدوا بالكم على قد ما تقدروا. خلاص يا عبعال، انت بقى ساعة أذان الفجر تجينا عند رايا نخلص الشغلانة دي وتتكل انت على الله على شغلك. يلا. طيب. ظاهر ان عبد العال ده هينطرني ومش هيجي. جدع ده مش دوري، انا مش عارفه ليه انا خايفه منه. حبيبتي ما تخافيش، ما كلنا ايدينا في النار، اللي هيغلط كده ولا كده حبل المشنقه هيتلف حوالين رقبته. خليني انا بقى اشتغل عشان نخلص من الهم ده. نقوم نساعدك في حاجه؟ ايه؟ قومي هاتيلي قصعة نعجنوا فيها الجبس. حسب الله. هو الترماي مشت من نص ساعة. معرفتش مين الجتة اللي لقوها بيت الجمال؟ بعتولي عشان نتعرفوا عليها. وحصل ايه؟ الحمد لله ما طلعتش فاطمة. الحمد لله. ما هو بس لو نعرفه إذا كانت عايشة ولا ميتة عشان نرتاح ويرتاح بالنا. أما كريم ربنا هيريحك وريح بالك بإذن الله. يا رب. صباح الخير يا رمضان. صباح النور. لا مؤاخذة يا أستاذ رمضان، همشي أنا بقى اللي أنا كنت مستني أبعاد. مع السلامة. مين مخلي الراجل ده فاتح بدري كده؟ تعال ادخل يا ابعاد. يا ساتر دستور.
الله. يا بنتي ما تغتشيش، زعب عندها زي اخويا بالظبط، حتى لو جه وانا مش موجود تفتحي له على طول ويدخل. يا بنتي ما تتكسفيش، اقعد يا معلم. ايه البقجة دي؟ فيها ايه؟ خد فانيلة فردوس من نصيبك. ايه هنعمل بيها ايه؟ انا عارف بتاعتك انت حر تصرف فيه. خد يا زير البقجة دي عينيها برا البيت، لو جه عبد العالي يطلبها في أي وقت تديها له. إيه؟ طب ما ياخدها معايا، هنشيلها له ليه؟ أصل هو متخانق مع مراته واخدهم رهن على دين عليها، فهي راحت اشتكته في الكراكون عشان نرجعهم له. خلاص أنا هنشيلهم له في الكراويل. كراويتة إيه؟ افرضي مراته راحت اشتكت في الكراكون، البوليس جه دور لقاها عندنا، نخش احنا في سينوجين؟ الله، امال هحطها فين يا راجل؟ عند اي حد من جيرانك كده معارفك. ها عايز كل البلاغات اللي اتقدمت عن اختفاء الستات، السيد وكيل النيابه طالبهم. ما احنا قدمنا لجنابه 3 بلاغات قبل كده. يعني ايه؟ اقول للسيد وكيل النيابه كفايه عليك 3 بلاغات؟ ولا انت ضيعتهم يا محمد افندي؟ لا يا فندم، موجودين. يبقى بلاش كسل يا حضره الصول، وهاتهم عشان السيد وكيل النيابه عايزهم بسرعه. حاضر يا فندم. وكيل النيابه دي حمالي قوي. هو اللي حمالي ولا انت اللي مش عايز تتعب نفسك يا راجل يا عجوز؟ كل البلاغات دي تم التحفظ عليها؟ احنا كنا بنعمل كل التحريات المطلوبه ونسمع اقوال الشهود والمتهمين ونحولها للنيابه ترجع لنا بتاشيره الحفظ اللي قدام سعادتك دي. واضح ان كمال بيه ما كانش عايز يتعب نفسه. احنا كنا بنعمل البلاغات ومحضر التحقيق ونبعتها ترجع لنا بعد يومين بالكتير بتاشيره الحفظ اللي قدام سعادتك. مين رايا همام دي؟ اخت سكينه همام؟ تمام جنابك. انا ملاحظ ان اسمها ورد في اكتر من بلاغ. ايوه يا فندم. انت حققت معاه؟ طبعا يا فندم، بس ما لقيتش اي دليل ضدها. برضه هتبقى انا عاوز اشوفها. ساكنه هنا برضه؟ ايوه يا شاويش ساكن. شاويش، اسمع منك ربنا، انا الباشا احمد البرقي. مش جوه الوليه دي؟ ما هي بقالها كام يوم كده بتخرج الصبح وما بترجعش غير لما الليل بيتمسى. اصلا لما شميت ريحه البخور افتكرتها جوه في اوضتها. ما هي بقالها كام يوم بتبخر المطرح وبتخرج.
امال يعني عربي وعبد الرازق مش باينين اليومين دول؟ هاجروا اخرين ولا ايه؟ ما هاجروش ولا حاجه، احنا اتفقنا ان احنا ما نتقابلوش، مش عايزين حد يشوفونا مع بعض. ياكش يكونوا ترمختوا على حدوته مريم. مريم ايه ولا انت اتجننتي؟ انت مش شايفه اللي بيحصل حواليكي ولا ايه؟ بقى احنا بنقولوا احيطه دارينا نقوموا نقتله. يعني مريم دي لو نطولنا قطعه من جتتها نساير نساير ونموها للكلاب تاكلها قصاد عينها وهي حيه ونحرقوا عليها قلب سكينه كنت عملت. خلاص حظها كده، بختها فرقت معاها يوم واحد. انا خايفه من البت سكينه تخلفك كده بالكلام ولا حاجه، ده بقالها كام يوم ما شربتش دماغها مش موزون. ادي احنا برضو عارفين هنقول ايه وهنعمله ايه. انا بنقول لك يا حسب الله ما ينفعش كده سكينه تسرب لها ازازه كونياك ولا فياسكه نبيت تعبل دماغها. انا مش فاهم بقى، احنا طول عمرنا بنقولوا رايا دي دماغها توزن بلد. انت اتجننت؟ عايز اختك تذكر وتخلفط في الكلام وتودينا في 60 داهيه مش كده؟ اسمعي ده احنا بنعيدوا عليك الكلام تاني اهو، لو رجلك جت في الخايه وسالوكي عني هتقولي ايه؟ هي شغلانه، هنقول اني مطلقه وعايشه لوحدي. عايشه لوحدك ازاي يا ماما؟ انا بعمل ايه؟ بقول لك ايه يا بنت، انت اسمعيني كويس، انت تتكتم خالص، اللي نقوله عليه تحفظيه وتقوليه لحسن قسما عظما. اقطع من جتتك وارمي الكلاب السكن. انت طلقت امي يابا؟ ايوه طلقتها. ايوه انا طالق، خلاص طلقني، ارتحتي؟ بقول لك يا بت، لو سالوكي مين اللي قتل النسوان هتقولي ايه؟ هنقول لهم من يعرفوه. ايوه كويس قوي، لو مسكوكي عذبوكي وضربوكي تقولي لهم اللي قتل يبقى اعرابي عبد الرازق عديلك كحكايه جوز خالتي، انا وامك سيرتنا ما تجيش، مفهوم؟ لا ده بديعه شاطره. مش انت شاطره يا اختي؟ ده روحها في امها. اوعي يا بديعه ياخد امك يا اختي الكراكول ويكوني بالنار ويضربوني، ترجعي لي يا بديعه؟ بعد شر عليكي يا امي. انا عايزك بقى تقعدي تعيدي وتزيدي في الكلام ده وتعيدي وتزيدي لغايه ما يثبت جوه دماغها وتحفظه. لازم ما تجيبش سيرتي ولا سيرتك خالص. الا البت دي محدش هيحط حبل المشنقه حوالين رقابينا غيرها. ايوه يا شاويش، ريا راجع. يعني انت شفتيها بعينيكي؟ ايوه لسه داخله البيت من شويه. عايزني في ايه؟ الريحه دي انا بنسالك عايزني في ايه؟ هي سكينه قالت حاجه؟ هي كانت عند البيه وكيل النيابه. ما تعرفش قالت ايه؟ الريحه اللي في اوضتك دي ريحه ايه؟ ريحه بخور. لا دي ريحه عفان. بتقول ايه؟ وهي فين دلوقتي؟ واقفه بره مع الأنباش أحمد البرقي. خدها وخد قوة معاك وشوف إيه الحكاية. هو عنوان البيت ده إيه؟ حارة علي بيه الكبير نمرة 38، ورانا جنابك. أسباني وأنا جاي وراك على طول. في النظر يا ريا. تحت رجليك يا سعادة البيت. كمان بتهزر يا ريان؟ لو اللاني فيه ده هزار يبقى كلامي بصفة هزار. شيل الحصر دي من هنا.
اسمع يا سيادتك ما تنطش تشيل بالك. ماليش ذنب يا سعادة البيت، ده عربي وعبد الرازق كانوا بيجوا الأوضة وبيجيبوا معاهم نسوان وبعدين يخرجوا من غيرهم. تمام يا فندم. كملتوا حفر؟ العساكر مش طايقين الريحة، فأجرنا أربع عمال يقوموا بالشغلانة، ولحد دلوقتي طلعوا ثلاث جتت. فيهم رجالة يا محمد فندم؟ لا جنابك، كلتهم ستات. لسه في جثث تاني؟ لا يا فندم، بس انا وقفت الحفر لان الدنيا اتمست والريحه محدش قادر يطيقها ابدا، فقلت ناجل الحفر لحد بكره. حطيت حراسه على البيت؟ سبت قوه هناك وتحت امر جنابك. ابعت قوه تقبض العرابي وعبد الرازق. انت تعرفي هم ساكنين فين يا رايه؟ سيادتك هتمر بنقلهم للسبيتاليا؟ الاول اتعرضوا على اهالي المقدمين بلاغات للتعرف عليهم. ايوه يا حضره المعاون، قول للشيخ الحارة يبلغهم عشان يجوا بسرعه. ايه الملف ده؟ كل دي بلاغات؟ دي جميع البلاغات اللي جات لنا عن اختفاء الستات واللي ارتبط اسم رايا وسكينه بيهم على انهم اخر اللي اتشافوا مع الضحايا قبل اختفائهم مباشره. نظلة سعادة البيه، أنا ولية ضعيفة ومكسورة الجناح، قصد اتنين مفتريين وظلمة. مين الاتنين دول؟ واحد يا اسمه عبد الرازق والتاني اسمه عربي الصوامعي. الصوامعي؟ نابو يا بيه، نابو الصوامعي، هو جدع صغيتي وعامل فتوة وبحري كله بيعمل له حساب. داني غلبانة يا بيه، أنا عزمته هو وصاحبه عبد الرازق من قيمة تيجي 3 سنين عندي. وعرفتيهم بأي صفة؟ بصفة جيران. أنا عرفتهم بصفة جيران، كانوا قصادي في السكن، وعربي كل ما يشوفني يقول لي ما تخافيش من حد، ان حد زعلك انا عربي الصوامعي. وبعدين ايه اللي حصل بعد كده؟ مره يا بيه نوبه وانا ماشيه في الشارع في الابراهيميه في عز الظهر. امتى الكلام ده؟ من امتى؟ يجي 3 سنين، لا 6 شهور. وانا ماشيه في الشارع قابلته هو وصاحبته نازله ابو الليل، قال لي انا عايز نجيب الحرمه دي ونيجي نقعدوا عندك في البيت. أني فهمت، قلت له بس أني جوزي يزعل. قال لي منقول أبوكي لابو اللي جابوا أبوكي أنت والراجل اللي أنيك، امشي يا بنت على البيت. خدتهم يا بيه، رمالي نص ريال وقال لي اجري هاتلنا أكل وشرب بس عواقي ما تجيش طوالي. وبعدين يا ريا؟
كملي ما تخافيش. بعدها بيه يجي بساعتين رجعت ولقيته قاعد قصاد البيت، ولما سالته على النازله قال لي مشت، كانت مستعجله ومشت جاتها القرف. وبعدين يا بيه بعدها بقيمه جمعتين بقيت اشم ريحه حاجه نتنه في البيت، قمت تاني خفت كمان انا قلبي ضعيف يا بيه، يعني قلبي ضعيف. سالت جارتي ام حافظ قالت لي بيه خرب مستكها، قعدت مبخر يا بيه لغايه ما الريحه راحت. دي كل اقوالك ولا في حاجه تانية عايزه تقوليها؟ ايوه يا بيه ايوه. بعدها بردك بقيمه 3 اشهر، لا 4 اشهر يا بيه، قابلته في الشارع هو وصاحبه عبد الرازق، وكان معاهم حرمتين. قالوا لي بردك احنا عايزين ناخد الحرمتين دول عندك في البيت. قلت لهم انا نخاف من جوزي الله يضربني. قاموا الاثنين يا بيه ضربوني بالشلوت في بطني. لا يا بيه حرام، كدبه حرام. واحد ضربني بالشلوت في بطني والتاني ضربني بالشلوت في ظهري بردك. فاطمة قريبة عبد الرازق دي واحدة من الجثث الثلاثة اللي لقيناهم مدفونين في اوضتك؟ هاني عليهم يا بيه ما نعرفش، يمكن تكون واحدة منهم. لكن انت قلت في محضر البوليس كلام غير ده؟ انا يا بيه قلت ايه؟ انا مش فاكرة. قلت ان انت عرفتي عبد الرازق عن طريق اخوك يا ابو العيلة. انا صراحة مش فاكرة حاجة، ولا قلت ايه ولا ما قلتش ايه صراحة. طب ونازلة ابو الليل عرفتيها ازاي؟ انا ما نعرفهاش يا بيه. ما تعرفيهاش؟ لكن امها بتقول في البلاغ انك صاحبتها وكنتي بتفصلي هدوم عندها. يا بيه ابعد عنك، دولية كبيرة وخرفت. ده دايرة عمالة تقول ان عرابي هو اللي حايش بنتها، انا دخل ايه بالعبارة دي؟ انت ما بتتكلميش ليه؟ ما تتكلمي يا ريا. ايه؟ خلاص احنا رحنا في داهية؟ سكتي ليه دلوقتي؟ ده الوقت اللي لازم تتكلمي فيه. خلاص صوتك انحاش، دماغي هتتزعق، خلاص مش قادره. كلامك راح فين؟ لسه عمال بينخر في نفوخي زي الدود اللي بينخر في جته معفنه. اتكلمي يا رايا، قولي يا اختي اي حاجه طفي بيها النار اللي قايده في جدتي. اتكلمي اتكلمي، قولي لهم اللي انا بخلق اسحب. عارفه يا بنتي الكلب لو نطقتي انا هندفنك هنا مطرحك. واقفين بره مستنيين اوامر جنابك. فتشتوا بيوتهم كويس؟ ايوه جنابك، في اوضه عرابي لقينا كتينه ذهب وساعه معدن موجودين في اللفه هم قدام سعادتك. عبد الرازق ما لقيناش في اوضته اي حاجه تهم التحقيق. نبه على شيخ الحاره انه يبلغ اهالي الستات اللي غايبه، والصبح اول ما يجيبهم تاخدهم وتطلع بيهم على بيت ريا عشان يتعرفوا على الجثث، واللي يتعرف على جثه تخصه تجيبه على هنا على طول. احنا ما نعرفش واحده بالاسم ده. ولا سكينه؟ ما نعرفوش واحده بالاسم ده يا سعاده البيه. ونازله ابو الليل ما نعرفوش واحده بالاسم ده يا سعاده البيه. دي كانت صاحبتك وكنت بتاخدها تروح بيها عند ريا. الكلام ده ما مشيش عليها يا سعاده البيه. انت مصر على كلامك ده؟ مين اللي قاعد قدامك ده يا ريا؟ ده عرابي الصوامع. انت تعرف الست دي يا عرابي؟
أيوة عليك، أنت بتبحلق فيها كده ليه يا عرابي؟ عامل نفسك مش عارفني. أيوة افتكرتها ساعة البيه. الحرمة دي سكنت في المسكوبية قد جمعتين وسكن هناك كرشوها عشان كانت سمعتها وحشة. بس عليك، أنا سمعتي وحشة يا راجل يا ناس يا دون؟ هات الطفلة اللي برا يا عسكري. تعالي يا بديع، تعالي. تعالي. تعرف الراجل ده يا بديع؟ ايوه انا عارفه، كان بيجي عندنا البيت. انت تعرف عرابي حسان الشهير بعرابي الصوامعي؟ الصوامعي؟ اعرفه سعاده البيه، عز المعرفه. صاحبك يعني؟ لا مش صاحبي، احنا كنا جيران في السكن في المسكوبيه. وتعرف ريا همام؟ ريا ايوه نعرفوها، كنا جيران برضو كده يعني زي عرابي لا مؤاخذه. وتعرف مين جوزها؟ جوزها اسمه حسب الله سعيد. وما زال جوزها ولا طلقها؟ لا معلش معلش سعاده البيه، لا دي حاجات بناتهم وبنات بعضين، يعني ما نعرفوش حاجه عنها. يعني صحيح رزيل بس مش قوي كده. انت كنت بتتردد على ريا وحسب الله في بيتهم؟ لا لا يا بيه، انا كل اللي كان بيني وبناتهم سلام عليكم وعليكم السلام ومن البعيد. ريا قالت انك كنت كله. ريا قالت، ريا قالت، مفيش عبد الرازق قال ولا قال. انت هتهزر؟ جاوب على قد السؤال. ريا قالت ان انت وصاحبك عرابي كنتوا بتاخدوا ستات وتروحوا عندها البيت. اخص حض الله ما بيننا وبين الخبص. لا سعاده البيه، ده يبقى اللهم احفظنا زنا، واني راجل مش خباص، اني بنصلي وبنصوم. أنا مش عارف ليه الولية الرزيلة تقول عليا كلام زي ده. تصدق سعادتك؟ هتصدق إن شاء الله. الولية ريا دي قوي. وقد أمرنا باستدعاء كل من حسب الله سعيد مرعي ومحمد عبد العال للمثول أمامنا ومواجهاتهما بأقوال المتهمين. ريا قالت انك طلقتها من 3 اشهر، ولما فتشنا الاوضه لقينا عندها حلق ذهب. قالت ان الحلق ده انت اشتريته لها الشهر اللي فات. ريا دي مره كدابه ليه؟ ايوه لا كلامها ما يمشيش عليا لا مؤاخذه، انا مطلقها من يجي 3 سنين. ما انت باين عليك مبسوط وغني اهو. امال ريا بتقول انك شغال فاعل وبتشيل زلط ورمل. مراتي دي لا مؤاخذه ما تعرفش عني اي حاجه يا بيه. لا مؤاخذه اني بشتغل مقاول انفار. اكتب يا جرجس افندي، وبتفتيش المدعو حسب الله سعيد وجدنا معه كما أسفر تفتيش المدعو محمد عبد العال عن العثور معه على ساعة فضية وإيصالات لحوالات بريدية باسم عبد الفتاح السويفي. مين عبد الفتاح السويفي ده يا عبد العال؟ ده حماية سعادة البيه. أبو سكينة؟ سكينة مش مراتي يا سعادة البيه، ده ابو مراتي اللي انا جوزتها في البلد. يا بيه انا قلت لك ريا دي مش على ذمتي، وانا ما نعرفش بيت ايه اللي في علي بيه الكبير اللي حضرتك بتقوله دي. تصدق يا باشا؟ هتصدق ان شاء الله. انا صحيح رزيل قوي بس ما نحبوش اللي يترزل عليا. انا لا نعرف حسب الله سعيد ده ولا محمد عبد العال دوكا. انت كده بتغير اقوالك اللي قلتها في المحضر. انا يا بيه مخي هاه قوي، ما هوش دفتر، بس انا ما نعرفوش الناس دولي. سعاده البيه انا ما اعرفش واحده من النسوان اللي قلت عليهم، ولا عمري شفت واحده منهم. وبديعه اللي قالت انك بتضربها؟ ما اعرفش حوار ما اسمها بديعه. انت قلتي ان انت تعرفي واحد اسمه عرابي، تعرفي واحد اسمه عبد الرازق؟ يعني ما نعرفش حد خالص. ازاي يا بديعه؟
انت قلتي ان عرابي ضربك من اسبوعين ودخل نام عندكم في الاوضه. لا محدش ضربني غير ابوي. يعني عرابي ما ضربكيش خالص؟ لا لا حول ولا قوه الا بالله. حتى العيله الصغيره بتغير اقوالها. النيابة الظاهر ولاد الابلسة جننوه. ما عندهم حق يغيروه، اديله ياما بيحقق معاهم، لا عرف ياخد حق ولا باطل. ربنا ينفخ صورة الجديد اللي جابوه ده. جابوا واحد من مصر اسمه سليمان بي عزت. يا اهلا وسهلا، اسكندريه كلها نورت. تشرفنا بمعرفتك، اتفضل سعادتك. Thank you.
جناح وريشة فضة وريشة نور وعش عود من التمرة حلة وعود بخور وعودنا حلم الضما بين الطيور ممنوع يغني غنوته ممنوع يغني غنوته إلا المساكن والفضاء كل الطيور بتبص له بعين الرضا رأس الغوازيل الملوك رأس الغوازيل الملوك يا حبذا دور حتى في أمور النسب مفيش جريمة بترتكب من غير سبب ولا فيش وليد بيتفطن ولا فيش وليد بيتفطن على الآن لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.